بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير المرسلين وعلى آله وصحبه. واحد أفلادنا إبن دمش ولا قطع النظافة والماء في هاد السنتين الأخيرتين، بأننا كل أسبوع قبل من عيد الأضحى كنعطيو انطلاقة ديال الحملة التحسيسية ديال عيد الأضحى. هاد السنة هادي دفنا 400 ديال الرجال ونساء النظافة، عمال النظافة اللي طلعوا ولاو دابا على 6000 عامل وعاملة بالنظافة. كذلك وفرنا 1080 شاحنة ديال التراكس، وكذلك غادي نفرقوا 120 أكياس بلاستيكية قابلة للتحمل على الجمعيات الناشطة وعلى الناس ديال المجتمع المدني، وكذلك على رؤساء المقاطعات باش يفرقوهم على السادة المستشارين في المقاطعات. هذا العام بحال السنة الماضية، حيت التحدي اللي كنا كنرفعوا هي الدار البيضاء، كنشوفوا كنا كنشوفوا الدار البيضاء سنوات قبل شحال هذي كنقولوا تكون كتبقى هذوك المخلفات ديال العيد كيبقاو مرميا وكتبقى الدار البيضاء مسخة. قلنا بأننا كاين تحسن منذ الجديد ولا اختيار هذا العقد الجديد مع الشركات اللي كيدبروا النظافة والمجيء ديال المجلس هذا والسيد العمدة، وما نكروش الخير ولا العمل اللي قام به السيد نائب العمدة السي حدادي اللي قبل منا، هو كان كيقوم بواحد العمل جبار. وحنا كنقولوا كل سنه خصنا نحسنوا من الجوده ديال النظافه، خصوصا فيما يخص عيد الاضحى، حيت كنعرفوا باننا عيد الاضحى في ديك الثلاث ايام ديال عيد الاضحى البيضاويين كينتجوا ما يقارب على 30000 طن ديال مخلفات النفايات المنزليه ومخلفات الاضحيه ديال عيد الاضحى. لهذا كنوفروا جميع الوسائل الموجوده والاخرى. قمنا عطينا انطلاقه ديال الحمله التحسيسيه اللي كتجول جميع المقاطعات ديال مدينه الدار البيضاء باش نحسوا البيضاويين. راه كنقولها وكنعاودها، هذه مهمه، هذه نقطه اللي خص البيضاويين يتجاوبوا معنا فيها ويتجاوبوا معنا في هذه السنتين اللي دبرنا هذا القطاع هذا. راه هذوك الناس ديال عمال النظافه كيخرجوا ما كيعيدوش مع عائلاتهم مساكن، كيخرجوا كيخليوا وليداتهم بدون عيد باش ينظفوا لنا المدينه. لهذا هذه نقطه مهمه باش نتجاوبوا معاهم، نحافظوا على النظافه ديال مدينتنا ولا ديال المقاطعه ديالنا ولا ديال ديك الزنقه ديالنا، نديروا ديك المخلفات ديال الاضحيه نديروها في الاكياس البلاستيكيه ونسدوها باش نحطوها في الحاويات، ننظفوها ونقيوها من ديك الدم، ديك الدم اللي كيكون ديال الحاويه اللي كنذبحوا. هذا الشيء كلشي نقاط اللي كنسهلوا لهم مساكن الماموريه ديالهم. كذلك فيما يخص التعقيم ديال الحاويات فاش كنساليو، راه خصنا نعرفوا بان الشاحنات ديال النظافه غادي تبدا تخدم من الصباح النهار كامل، وهي كتجي تخويف تحيد الحاويات اللي كتعمر كيعمروها من المخلفات. لهذا فاش كنساليو هذا التحدي رفعناه، كنقولوا بان قبل مع 6 ديال العشيه خص مدينه الدار البيضاء تكون نظيفه. منين نساليو من التنظيف ديالها كنقولوا بان التعقيم يكون خصنا نعقمو. كذلك عطينا التعليمات باش يتغسلوا جميع الساحات العموميه والمصلات وكذلك المساجد اللي كيصليو المواطنين البيضاويين على العموم، وهذه مهمه بالنسبه لنا. والنقطه الاخيره هي التعقيم، وكنركز على التعقيم حيت خصنا نقوموا بعمليه التعقيم اللي كنديروها يوميا، وخصوصا في الاخير يتم التعقيم ديال هذيك الحاويات وهذوك المناطق المجاوره. الطلب اللي كنطلبوا للبيضاويين خصوصا البيضاويين والبيضاويات هي نتعاون مع الناس ديال النظافه، عمال وعاملة النظافة. كنقولها وكنعاودها وكنركز عليها، حنا راه جالسين كنعيدو مع وليداتنا وجالسين مع عائلاتنا وهما مساكن خارجين كينظفو من المدينة. لهذا نتعاونو مع هاد الناس هادو حتى نسهلو عليهم الأمورية، ونحاولو نوضعو هادوك المخلفات في أكياس، حيت راه كنعرفو بأن الدار البيضاء راه مدينتنا. بعض المرات كيشوف شي واحد زبل كيقولك الدار البيضاء مزبلة، ولكن شكون اللي داحلك الزبل؟ كان خاصنا نحطوها في واحد الحاوية ولا نحطوها في ديك. لهذا كنطلب من البيضاويين نغيروا البيضاويين نغيروا السلوكات ديالنا، باش نقولوا كنقولوا هذا راه هو الشعار ديالنا، هي مدينتنا نظيفه. خاصنا نخليو مدينتنا نظيفه ماشي غير في العيد، ديما، حيت راه الكل كيعرف باننا راه كنخصوا واحد الميزانيه ضخمه للقطاع النظافه، وهذا الشيء راه خارج من جيوبنا كبيضاويين، وهذه مهمه بالنسبه لنا. الا حافظنا على النظافه المدينه
وبدينا كنلوحو ديك الزبل ولا ديك الكاريط ولا ديك القاع ديال البلاستيك ولا القاع الزجاجيه فواحد الحاويه هادي غادي نحافظو غادي نقلصو من ديك الميزانيه اللي كنخصو هاد القطاع ونخصوها لقطاعات اخرى اللي حتى هي تدخل بالنفع على البيضاء. وشكرا.